اختي اليوم كاين الغلا هاد ليامات كامله ملي قالك كاين شي اضراب وسط ديال الباركوات. السر ديالنا دابا كناخذو حنا ب 6000 ريال اليوم جايبينو ب 6000 اليوم. دابا هاد السيمانه كامله السر ديال ب 6000 وراه ضروري غتبيع ب 400 360 يلاه تخرج. راه حنا هاد السردين دابا ولينا كنجيبوه بحال هكا الاكل نجيبو للكليان غير مزوقين به السردين. كل شيء ولا غالي هاد ليامات اختي ومازال يحل الله شويه كاين شويه الاقبال ولا والو شويه راه كنبقاو بعض المرات والله الا كنبقاو حتى العشاء اختي باش ما نخليوش الحوتي بات عندنا كنبقاو حتى المغرب بعض المرات حتى العشاء. انا وليت كنضطر كنخدم دابا على نهار السوق والله دابا نخدم على الثلاث والخميس والسبت الحوت يخسر يبقى لك الحوت غدا يجيب جيب بنادم يقول لك الحوت ديال البارح باقي عندك كاين شي اختي راه الله يصاوبو صافي الحمد لله الحمد لله ما حيت ما والو راه كيخدم شويه طالعه بحال السردين اليوم كيسوى 300 درهم يعني طيح ب 15 درهم من البلاصه ديالو. عندك هذاك الباجو طيح دابا ب 30 درهم 35 درهم ذاك لابونيس عندك 40 درهم للبياسه 40 درهم للبياسه هذا كيطيح ب 40 درهم 50 درهم للبياسه. دابا هذا البونيس هذه السمطه هذه رقيقه هذه خدموا بها القلايه ودابا كنضطروا باش نجيبوها حنايا علاش؟ لان كاين الحوت قليل في السوق هاد الايام مع الموفيطا ومع سميتو كاينه شويه الموفيطا كاين شويه السرديل ها هو 15 درهم هذا باش طيح من البلاصه كنبيعوا فيه ب 15 درهم اليوم. هاد الميرو هذا كيدير دابا تقريبا 25 درهم 30 درهم كيطيح من البلاصه ديالو كنبيعوه ب 30 درهم كضطر باش تخدم حوت ديال الصحراء هذا حوت البلاد ما كاينش حوت البلاد حوت ديال الصحراء هذا ولكن طري راه مزيان هو الثمن شويه اللي راه زيد شويه. الشطون ما كايناش اليوم الشطون ما كايناش اليوم على حساب الجو والريح وهذه كتكون ماشي ما كتكونش على حساب الجو ولكن اليوم ما كايناش. وهذا الشيء اللي كاين انت كتشوف في السوق كيدير راه كيكونوا بزاف ديال الناس هنايا اضطروا للغلا راه ما كاينش على ديك الناس سوق الجمله دابا مشينا ليه لقينا خاوي لا سوق الجمله هاد الوقيته هذه دائما كيكون الريح نهار كيكون وثلاث ايام اربع ايام ما كيكونش. هاد الوقيته هادي ديال شهر 10 شهر 11 نهار كيكون ثلاث ايام ولا اربع ايام ما كيكونش. كنضطر باش عند الخضار نشوف الخضره بشحال واش عارف علاش الخضره غلات؟ الخضره اختي تقريبا هادي تقريبا واحد اربع شهور ولا خمس شهور ما كاينش من قل من 7 دراهم 8 دراهم خضره 10 دراهم 8 دراهم 9 دراهم هذا هو الثمن. درويش مسكين الدرويش ما خلاوش ليه فين درويش بصراحه السبب قله الماء قله الماء وكاين الاحتكار في المارشيات كاين الاحتكار كاين الاحتكار كاين الاحتكار في المارشيات ما كاينش المراقبه كاين الاحتكار بزاف حتى في المارشي ديال الحوت راه كاين الاحتكار. الناس كتدخل كاميو من الصحراء كتدخلو كتخدم فيه سيمانه ما كاينش المراقبه حوت ما كاين خامج خامج بهذه العباره هذه كيتباع الناس كياكلوا المواطنين حوت خامج نورمالمون ما كايناش المراقبه في المارشي ديال الدار البيضاء ما كايناش المراقبه حوت خامج كيتباع كياكلوه المواطنين وكياكلوه باثمنه بالثمن ماشي لا ما كايناش المراقبه ان شاء الله ما كرهناش اختي حنا هادشي كيضرنا في خاطرنا الصراحه هي لان غادي يجي هذا الانسان هذا غيجيب واحد الحوت ما مزيانش غيبيعوا للمواطن راه حنا كاع كنضروا حنا ما كنبغيوش هادشي هذا. مازال كانت حاجه زوينه واخا يكون الثمن كاع شويه ماشي مشكل المواطن كيتقبل ولكن باش تبيع لي شي حاجه اللي ماشي هي هذيك وتبيع لي سميتو وتمشي تضر لي وليداتو لا المراقبه ما كايناش في الدار البيضاء المارشي الكبير الهراوي المراقبه راه ما كايناش وشكرا لك. العفو. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. بدات السوق اليوم الحمد لله. الحوت كيزاد. الحوت الخير كاين ولكن قالوا كاين الغلا. انا ما نعرفها نقول لك انا حيت انا ما تنعرفش سميتو الثمن كل شيء ما نعرفش. شنو خديتي اليوم؟ راه خديت سميتو واجو. شحال خديتي؟ 25 درهم. 25 درهم. ايوا الكيلو. يعني انت جاك عادي. انا عجاني عادي ما نعرف ما انا بعدا. فرنسا دير 700 درهم، فرنسا دير 700. هنا راه الخير موجوده. 100 درهم تعشيك وتغديك مخير كاع هذا المكان اختي.